كابتن توفيق السيد، مساء الخير. يا مساء الفل يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين والمتابعين. يا رب. اهلا بك يا كابتن. كابتن رحمتك. توفيق، الاول انت متهم بالانحياز للاهلي ضد الزمالك. طيب. والله كويس انك حضرتك كلمتني في النقطه دي. ما هاخد بالك عشان بس ايه الكلام يبقى واضح. انت عارف احنا هنا عندنا شفافيه، لا اهلي ولا زمالك. مشكلة خالص. انت عمرك دخلت عندنا حد قال لك تقول ايه وما تقولش ايه؟ لا. وافتكر طب عمرك دخلت عندنا عرفنا اتجاهك ايه الاول؟ يعني فقلنا لك دي تمشي دي ما تمشيش. اتكلمنا مرارا وتكرارا عن اخطاء ضد نادي الزمالك واخطاء ضد النادي. لا انت عمرك عملت معانا مداخله قبليها خالص، سالناك اتجاهك ايه؟ طب يا كابتن. لا طبعا. طب تمام. لا طبعا، هي الفكره كلها في ايه؟ لو حضرتك فاكر يوم المباراه حضرتك كلمتني، انا اول حاجه كلموني الاخوه المحترمين يوم المباراه اللي هو احنا على الهوا يعني. اللي هي اهلي وزمالك. يعني اللي هو احنا في واحنا على الهوا الشباب كلموك. تمام بالظبط، كنا على الهوا احنا قبليها. دخلت معانا مداخله. انا عامل لا انا قبليها عملت يمكن 20 مداخله، محادثه تليفونيه مع الاخوه المحترمين اصدقائنا بتوع المصري اليوم. وقلت نفس كلامي، وبعديها ما فيش 10 دقائق كان الاخت العزيزه نجلاء حلمي في الشباب والرياضه. الشباب والرياضه. نفس الكلام. وبعدين احنا وبعدين اون. حضرتك كلمتني وبعد كده اون. نفس الكلام ما اتغيرش. بس انت متهم انك اهلاوي وضد الزمالك. انا اولا انا لا عمري كنت مع الاهلي ولا عمري كنت ضد الزمالك، يعني اي واحد. انا لما بتصنف من الاثنين، انت لو خدت بال حضرتك السنه اللي فاتت وانا مسؤول في لجنه الحكام، مع ان انت قلت انه طرد كريم ميدفيد واجب. صحيح، كان طردي وجوبي. انت قلت كده يعني في نفس المداخله. يعني انا اختلفت في الدقيقه 26 حتى، انت قلت لي ومؤثر على نتيجه المباراه لانه طبعا في اول نص ساعه في المباراه. انا اختلفت مع اي، يعني انا ما كنتش اعرف مين قال ايه ومين ما قالش ايه. انا طلعت قلت وجهه نظري طبقا للقانون واللي انا شايفه وقناعاتي، قلت الكلام ده. لكن الدنيا تقوم وتقعد ولا ناس بترد وناس بتعمل وناس بتقول لا لا لا، ده كلام مش مقبول ومش منطقي. وحد تاني يطلع علينا يقول لك هم جايبين واحد عشان عيب. الكلام ده عيب، ما يصحش. مش انا اللي حد يقول لي تقول ايه وما تقولش ايه. تمام. اذا كنت انت حد يقول لك تقول ايه وما تقولش ايه، انا حدش يقدر يقول لي اقول ايه وما اقولش ايه. انا قلت اللي انا مقتنع بيه. طب تمام، لكن في الاخر هي كلها قرارات تقديريه للحكام. بالظبط. وحاول لحضرتك على حاجه، ما هو التقدير كان في، يعني سبحان الله، التقدير بعديها بيوم تقريبا او 48 ساعه كان كابتن محمود البنا في مباراه فيوتشر وفاركو نفس اللعبه ونفس المكان، الراجل تصرف له حركه مباشره. تمام، بس الكابتن محمد عادل عرفنا انه قال لمحيطين بيه يعني وكان في الفار، قال ان الكره كانت بعيده عن راس عمر كمال، وعمر حتى ما حاولش ان هو يقرب، فبالتالي ما كانش متعرض للإيذاء. والله انا حللت الصوره اللي حضرتك واللقطه اللي احنا شفناها كلنا جميعا، فبالتالي ما كانش متعرض للإيذاء. ده راي الكابتن محمد عادل في والله المبارك. رايه يحترم ودي وجهه نظره وتقديره، انا مش مختلف على فكره. في الاخر هي تقدير. في النهايه تقدير، تقدير هنا وتقدير. انت النهارده حضرتك سالت السيد رئيس لجنه الحكام، وهو فعلا نزل تصريح في القاهره 24 وقال ان الكوره فيها 50-50، هو نفسه قال كده. تمام. يعني هو نفسه قال كده. اذا انا لما اطلع اقول رايي واقول وجهه نظري واقول تقديري للعبه، ما ينفعش ان انا اتصنف زملكاوي ولا اهلاوي ولا محلاوي ولا ما ينفعش. بس انت 60% اهلاوي عشان دي جون، و40% زملكاوي عشان موضوع كريم ندفت برضه. نديك حقك. نديك حقك الابيض. حبيبي حبيبي. بس هو الجمهور، انت عارف الجمهور شويه يعني بتاع السوشيال. الجمهور ماشي، يعني لو جت على الجمهور ماشي. لا لا يعني ناس مسؤولين. انا ما احبش ده، ما احبش ده، وما كنتش احب. لا سيبك بس من المسؤولين اللي قالوا، لانه مسؤول واحد مش مسؤولين. يعني انا اقصد مسؤولين. فالواحد ده في الاخر ناديه نفسه حطه على جنب يعني. صحيح. يعني صحيح.